مروه عيد عبد الملك، اول بنت مصريه تحترف في كره اليد. تجربتي هي اول بنت احترفت في الهاندبول، فاتمنى ان شاء الله ان يبقى العدد يزيد، يبقى عندنا مثلا محترفات كتير جدا فوق ال 20 وال 30 نقدر نفيد بيها المنتخب المصري، ونقدر يبقى عندنا اساس وقاعده كويسه ان احنا نشارك في المحافل الافريقيه والدوليه وزي كاس العالم والاولمبيات ان شاء الله. ايه الرساله لكل بنات مصر؟ الرساله اللي اقولها لكل بنت هي رسالتي واحده دايما، حافظي ودايما خلي عندك حلم وطموح. الطموح ملوش سقف ولا الحلم له سقف. اسعي دايما انك تحققي حلمك مهما كانت الظروف، طول ما انت محافظه على الاسس والعادات والتقاليد اللي اتربيتي عليها، ما تخليش حاجه توقفك خالص. احلمي وتعبي واجتهدي عشان ربنا يكرمك وتوصلي لحلمك ان شاء الله. وبالنسبه لاكتر او اكبر التحديات اللي بتواجه الفتيات في المجال الرياضي شايف ايه هي؟ والله هي عدم تقدم، يعني عدم تقبل الراي الاخر ان احنا رياضيين وان البنات تقدر تمارس، ان البنات تقدر تمارس رياضه. يعني انا شايفه ان المجتمع سابقا ما كانش متقبل الفكره ديت، لكن الحمد لله من يعني بقالنا بتاع 3 او 4 سنين او 5 سنين ماكسيمم الناس بدات تتقبل الفكره دي، فدي ميزه في حد ذاتها، واتمنى ان ده يستمر ان شاء الله والدعم يزيد من الدوله ونقدر نشوف رياضه نسائيه متقدمه في المحافل الدوليه ان شاء الله. شايفه ايه الرساله اللي بيبعثها مثل هذا المؤتمر للعالم؟ رساله ان المراه ليها دور، ان المراه مش مهمشه، ان متاخد عننا فكره كبلاد عربيه ان المراه ملهاش حقوق. لا بالعكس، احنا النهارده مصر اثبتت ان المراه ليها دور وليها دور كبير جدا ودور فعال، فاتمنى ان الرساله دي توصل للعالم كله ان شاء الله.